هنا مع وزارة الصحة كل مرة كتقولنا حاجة. نهار اللي وقعنا لي زيسيد، وهذا هو المشكل اللي عندنا في المغرب، هي أن المسؤولين ما كيجيوش يهضروا مع الناس بشكل واضح ونقولوا الحقيقة، الناس غتفهم وغادي تمشي. داك النهار وزير الصحة تيقول لك على أننا وقعنا مع لاشين مع سين فارما باش غيديروا لي تيست كلينيك، وغادي نوليو نصنعوا اللقاح هنا وغنشريوه بثمن رخيص. الناس كاع تيقات، في حين بالخير بان ما شي ما كاينش. وكنا قلنا في فبراير، قلنا ان هذاك لي تيست اللي كيداروا هذا لان الاماراتيين هما اللي طلبوا، ماشي غير المغرب بوحدو، مصر حتى يبداو فيها لي تيست. مصر فيها 15000 واحد يدير لو تيست. نهضروا مع الناس تقول لهم هنا من اجل النجاح ديال التجربه العالميه خص المغاربه يساهموا باللي تيست ويمشيو هكا، ماشي حنا قلنا غادي نديرو وتنعطيو للمغاربه الوهم. وهذا هو اللي صعيب، اننا كنسوقوا شي حاجه اللي ماشي صحيحه. المواطن تيفقد الثقه في هذاك المسؤول اللي كيهضر قدامه. فاش كيفقد الثقه ما يمكنش مره اخرى تجي تقول ليه دير الكمامه ولا ما ديرش هذا. بالنسبه لاسترازينيكا جو بونس الى دائما مع لاشين فبراير كوم اون ايتي لي برومي اللي قلنا الفاكسان اللي الان في المراحل المتقدمه كان استرازينيكا مع اوكسفورد، نظرا لانك كان عندي اطلاع على كيفاش بدا من الاولين اللي طالعوا على الفاكسان اللي كانوا خدامين عليه على ايبولا، لان كما قلت انني كنظن الفريق اللي اشتغل على ايبولا في ليبيريا وفي افريقيا بزاف، دونك كنا عارفين حتى لي لابوراتوار اللي كانوا خدامين سوا الريم دي سيفير لان انا داك كانوا خدامين عليه، سوا هذا الفاكسان اللي خدام عليه استرازينيكا، وكنت عارف انهم قاطعين الفاز 1 وغاديين في الفاز 2 بشكل كبير. بداو لي زيسي، ظهرت واحد الحاله، ظهرت واحد الحاله، وبلاص ما تجي مثلا الدوله وتشرح، يجي مسؤول في التلفازه ويقول لهم راه الفاكسان بحال داكشي اللي كيجي كيعطيونا الارقام، يخصو واحد خمسه دقائق يقولوا للمغاربه ها فين واصلين، ها فين واصل العلم، ها شنو كيتوجد. استرازينيكا بدات لي تيست ديالها في تروازيام فاز ديال 30000 حاله، بانت حاله وحده، ما هضروش في المغرب على هذه الحاله. الحاله على حساب نيويورك تايمز هي اللي كانت جابت الخبر، هي اللي قدرت توصل للانفورماسيون، هي سيتي ان ميلي ترانسفيرس، بمعنى لا ميلي ترانسفيرس سيتي ان انفلاماسيون ديال لا موالي بينيير، واحد من الناس اللي خدا الفاكسان ديال الازيد 1222، ازيد دي 1222 هو الفاكسان ديال استرازينيكا، ديفلوبا هاد لا مالادي. هاد لا مالادي سي مالادي فيرال، هو ان هاد الفيروس كي يصيب التهاب حاد النخاع الشوكي، هادشي اللي وقع. اذا استرازي اجيش كان انتهاء هذا الالتهاب، كاين بزاف حتى الان المرض باقي سو كونترول، مي سي المرضي اللي بصح ما سهلاش، مي كاين تريتمون ديالها وخدامين عليها. لا ميلي ترانسفيرس كلشي غادي يقلب عليها ويقراها، ان انفلاماسيون نورولوجي. فهاد فاش بانت هاد الحاله استرازينيكا قالت يمكن هذاك الادينوفيروس اللي خدامه به يمكن هو اللي سبب الحاله. اشتغلوا عليها لقاو اني وسط هاد الحالات كاملين اللي كاين ماشي ريبيتيتيف، ما دارش بزاف د المرات. اذا حاله وحده ما يمكنش توقف عليها لي تيست كاملين على حاله وحده وسط 30000 حاله اللي انت كتشتغل عليها. الا لاحظتوا يمكن ناخذوا البروسبكتوس ديال اي دواء وكنلقاو فيه بزاف ديال الحالات ديال لي في انديزيرابل ولا الحالات الاستثنائيه اللي كاينه، ميم لي فاكسان اللي كيديروا الدراري الصغار، ميم البنتاكوك ولا كاع لي فاكسان اللي كيديروا الصغار، كاين من ضمن الحالات انا كتقدر دير الفاكسان للدري ويصيب الطفل بشلل تام. سيتي لو كا ديال اظن اشرف، الطفل اللي كانت وقعت في كازا شي 5 سنين ولا 6 سنين، هذه سيتي ان كا، سو سون دي زيفي اللي كيوقعوا مع لي فاكسان. ولكن من بعد من ذلك استرازينيكا استمرت في العمل ديالها وباقى الان كتشتغل. وهذا هذاك الشيء علاش واحد الوقيته فاش كنا حذرت من سبوتنيك 5 الفيروس ديال الفاكسان ديال الروس، على هذا الشيء ان ما كديرش لي تيست كبار، ما كتتبعش، ما يمكنش غدير انت 100 ديال لي تيست ولا 200 وتقول لي الفاكسان واجد، يمكن تصدق شي مره. وحتى بالنسبه للروس فاش داروا هاد لا تاكتيك اللي دار بوتين، لان كانوا داروا مع لا بوليوميليت في واحد الوقيته نهايه الستينات وبدايه السبعينات، ديفلوبو ان فاكسان ديالهم ما مشاوش للاو ام اس وعطى نتائج مزيانه وبقى. اذا هاد الفاكسان هادشي اللي عطى الان لا برودكسيون ديالو هما خدامين باش ينتجوا. كيبقى السؤال ديال خلينا لاشين ومشينا شرينا من اير فارما، علاش؟ عاوتاني الوزاره اير فارما، واخا اير فارما شركه روسيه ديال كتصاوب لي ميديكامون، كنظن تكريات في 2001 بأليكسي ريبيك هو البي دي جي ديالها، راس المال ديالها كاين راس المال ديالو هو كرجل اعمال روسي 90%،
وكاين 10% ديال ميتسوي ايكو ال تي دي وهي شركه جابونيه 10% ديال الجابون. اهم حاجه في التجربه ديال اير فارما اللي خصنا نستافدوا منها بالنسبه لاسترازينيكا، لقات ان فاكسان خدامه عليه. ما يمكنش استرازينيكا غادي تصنع مليار دوز اللي غادي يمكن نعطيو للعالم كامل. اش دارت استرازينيكا؟ عزلات دي لابوراتوار اللي عندهم الكفاءه باش ينتجوا هاد الدواء ولا باش ينتجوا الفاكسان، وعطاتهم الامكانيه ديال الانتاج ديالو، وفي نفس الوقت قسمات داكشي جغرافيا. باش بلا ماشي واحد يقول لك راه حنا مشينا قلبنا، لا راه ما قلبنا ما والو، راه حنا جينا في ديك البلاصه خص هذاك هو اللي غنشريو من عنده. استرازينيكا فاش قسمات عطات للهند اون بارتي اللي غتنتج في الهند اللي غتعطى للهند واسيا، عطات اون بارتي لباكستان اللي غادي تغطي ايران وافغانستان، عطات اون بارتي شركه في البرازيل اللي غتغطي امريكا اللاتينيه، دو ميم بالنسبه لكندا وامريكا الشماليه، اوروبا غادي تنتج عندهم هما، لافريك سوب صحاريان، وهذا غادي كاين ان لابوراتوار باقيين دابا دو لابو، كاين واحد في افريقيا الجنوبيه، وكاين ان نوتر لابوراتوار في كيناقشوا مع مصر وكيناقشوا مع نيجيريا من اجل الانتاج ديال لي فاكسان اللي غادي تعطى في افريقيا. حنا المغرب شمال افريقيا والشرق الاوسط زائد دول البلقان زائد لو سي اي ستادير الدول المستقله الكوميونيتي دي زيتا انديبوندون اللي هما الجمهوريات السابقه ديال الاتحاد السوفيتي كاملين غياخذوا من اير فارما. اذا هذا هو التقسيم اللي دارت استرازينيكا باش نقدروا نوجدوا الفاكسان للناس كاملين. يعني ماشي حنا مشينا نيغوسينا، نو، هادشي اللي وقع. رجع الاير فارما كما قلت شركه روسيه في يروسلاف، استفدات من واحد الشراكه، وهذا هو المهم، ماشي ديك الشراكه ديال البنك الدولي والشراكه ديال، كاين شراكات فعليه اللي كيداروا ما بين اللي 2007 اللي دارت ما بين اير فارما وما بين جامعه يروسلاف. يروسلاف مدينه روسيه، تذكير انها مدينه جميله جدا، تقاطع ديال الفودكا ونهر الفودكا ايرونتيك، مصنفه ضمن اليونسكو. اللي قرا في روسيا وصل ليروسلاف كيعرف المدينه، ماشي مدينه كبيره، ولكن كليه الطب فيها متطوره بشكل كبير جدا. كليه الطب ديال يروسلاف تاسست سنه 1944، فاش تاسست عطات مجموعه ديال لي كادر. الشركه هاد اير فارما قدرت توسع في المانيا، الان تتشغل في كازاخستان، في بيلاروسيا، في المانيا، في امريكا، في الجابون، وفي البرودكسيون ديال المانيا كانوا خداو لوزين ديال فايزر هو اللي كيصدر لافريقيا. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناه 8 مارس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.